رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجري اتصالا بالرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجتمع برئاسة هيئة التشاور والمصالحة. محافظ حضرموت يبارك إنجاز أبطال التايكوندو بإحراز 10 ميداليات في بطولة خريف ظفار بسلطنة عمان. أهالي الشحر ينفذون وقفة احتجاجية سلمية تندد بالأوضاع المعيشية المتدهورة وتردي الخدمات. صحيفة الشرق الأوسط تؤكد إن ميليشيا الحوثي الإرهابية انتهزت زيارة المبعوث الأممي إلى عدن.